انت فاكر لما قلت لي ان امي الله يرحمها كانت حامل في ولد قبلي ونزل ميت، وان لو كان عايش دلوقتي كان زمان اخويا الكبير؟ فاكر قلت لي كنت هتسميه ايه؟ موسى. موسى صاحب الروبوت بيتحكم بيه عن بعد. العالم القديم لازم ينتهي. تفكر انك هتغير الكون؟ والمين اللي هيغيره؟